السادسة صباحا لإذاعة فلسفة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مصر على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هرتز. يمكن الاستماع إلى البرامج عبر الأقمار الصناعية وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت على العنوان التالي www.oman-radio.gov.org. من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لحضراتكم عناوين الأخبار. محافظات السلطنة وولاياتها تواصل احتفالاتها ابتهاجا بالعودة الميمونة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. عاصفة الحزم تواصل قصف مقرات الحوثيين لليوم السابع على التوالي في صنعاء ومواقع يمنية أخرى. الحكومة العراقية تعلن تقدم قواتها وسط مدينة تكريت. السلطة الفلسطينية تعتبر قرار إسرائيل بالتوسع الاستيطاني ضربة للجهود المبذولة لإنقاذ عملية السلام. وإيران تقول إنه لا تزال هناك مسائل لم تحل بشأن برنامجها النووي وتبدي استعدادها لمواصلة المفاوضات مع القوى الكبرى. هكذا ومن إذاعة سلطنة عمان قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار. إذاعة سلطنة عمان. إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنصحها عذرا وأطيبها أنسا
وأفضلها جلا وأروعها مرآة.